السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عرب فيبنج وأركس مشمخ من كل مكان. اليوم بستعرض لكم إن شاء الله نكهات من شركة اسمها شارلي أند روي. كول مي روي، كول مي شارلن. النكهات نفس ما تلاحظون، أو العبوة اللي تلاحظون، حاطي لك صورة الكرز، يعني عبارة أن الكرز بيطقى على النكهة نفسها، لكن في نكهة قريبة بتكون للكولا على وصف المنتج، ونكهة عصير يعني طاقي عليه الووتر ميلون وهذا الأمور. فخلونا نشوف النكهات ونجربها مع بعض، وبنستخدم في هذا التجربة خزان النالو مع الآركس. طبعا تلاحظون يا جماعة الخير، هذا هو كول مي روي. طبعا حط لك صورة كوبوي، والتغليف طبعا بيكون يعني تغليف المصنع، والنكهات جديدة لحد الآن ما انتشرت بين المواقع. طبعا قوة بتكون نفس ما تلاحظون 30، حجم 30 ملي، وبالإضافة أن الموقع يوجد فيه 60 ملي، والقوة يوجد عندهم 0 نيكوتين، 3 نيكوتين، 6 نيكوتين، أنا اخترت الثلاثة. ونشوف مع الدربر نكهة كول مي روي. طبعا بختار الفتحة اللي في المنتصف تقريبا اساس، ايوه بهذا الشكل اساس تعطيني نكهة ولا اروع. شوف الطريقة كيف، يا سلام قاعد يطبخ. وهذا هو الكول مي روي. بيبسي اللي يحب البيبسي، والله اللي يحب البيبسي كول مي روي بيبسي. نعم بالضبط، حلاوة البيبسي، نكهة البيبسي بالضبط. يعني النكهة ما طلعت معاي إلا بعد، تحس إنه سخن شوي الخزان وبدأت تطلع نكهة البيبسي بالضبط. فهذا كول مي روي نكهة بيبسي. خلوني أنشف الخزان، بعدها نجرب كول مي شارل ش ش شيرلي عبالي شارل شيرلي. طبعا نشفت الخزان، والحين بننتقل إلى شارلي. أظنتي شارلي الكلمة، كلمة شارلي، كول مي شارلي، سوري، هو الاسم بيكون شارلي أند روي. للأمانة الشركة يعني تغليف، أنا عجبني هذا الطريقة، التغليف يكون شيء مضمون. بعدها نفتح طبعا الكول مي روي، صار اللون ذهبي. نشوف نكهة الشارلي كيف بتكون، أيضا النكهة صفرة ذهبية. طبعا النسب بتكون تنفع لكل الخزانات اللي موجودة في السوق حاليا جميعها بدون استثناء بهذه الطريقة. وهذه نكهة كول مي شارلي. يا سلام اسمع الطبخ، بسم الله. عرفتوا نكهة علكة الفواكه المشكلة كول مي شارلي بالضبط نفسها. طبعا ما صنفت انا النكهتين، خلونا اصنف اللي كول مي روي شارلي اند روي. كول مي روي انا صراحة بصنفها على 8/10. نكهة البيبسي بالضبط بالضبط يا جماعة الخير، اللي يحب البيبسي يتوكل ياخذ هذه على مسؤوليتي. اللي يحب علكة الفواكه المشكلة اللذيذ، وطبعا العبوتين فيها سويت شيء جبار، يعني حلاوة تطعم. لو تلاحظون أنا قاعد أدخن، قاعد أتلذذ في الموضوع. فهذه بتكون فواكه المشكلة، وبعطيها 9/10.
و كول مي روي بعطيها 8 من 10، خلينا نقول 8 من 10، 9 من 10. نكهتين للأمانة جبارات، أو جبارية جباري، ايش فيني نسيت العربي، جبارتين. وإن شاء الله خلونا نروح للموقع ونشوف موقع شارلي أندروي. وطبعا نفس ما تلاحظون يا جماعة الخير، احنا في موقع شارلي أندروي، طبعا الموقع جديد والنكهات جديدة. كل اللي عليك انك تروح ل كونتاكت، تتواصل مع الموقع نفسه الشركة اذا ودك من هذا النكهات. طبعا نفس ما قلت عندهم 60 وعندهم 30 وعندهم قوة النيكوتين بتكون 0 و3 و6 نيكوتين، تقدر تختار اللي يعجبك بالكمية اللي تعجبك. بعد ذلك تقول لهم انه يرسلوا لك عن طريق الديتشل او الفيدكس او الارامكس، وتتفاهم وياهم عن طريق الدف. وهذا كل شيء يا جماعة الخير، واسف على الطالة، وكان معكم اخوكم عرف فيبينغ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.